قال له يا شباب ازيكم، ماده المانجيريال فاينانس او البيزك اوف فاينانس ماده هتفرق معاك كتير قوي 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 قوي، سواء انت كنت اف ام اي او كنت بي اي اس، الماده اللي هتفتح مدارجك لعلم الفاينانس وعلم التمويل اللي لا ينفصل اطلاقا عن الاكاونتنج. يعني هتعرف دلوقتي ايه علاقه الفاينانس بالاكاونتنج، ايه علاقه الفاينانس بالايكو، ايه علاقه الفاينانس بالشركه ودور الراجل بتاع الفاينانس ده ايه. شابتر 1 بيتكلم عن بيزك ترمينولوجي، بيتكلم عن الفكره العامه للفاينانس ويعني ايه فاينانس. الماده في الطبيعي في السنين اللي فاتت لما كان بيمسكها دكتور شريف ما كانش بيجي في الامتحان بتاعها اسئله فيها ارقام. لحد دلوقتي احنا في شابتر 1، الشابتر اوريدي ما فيهوش ارقام غير في البنفيت اناليسس او الكوست بنفيت اناليسس. ما نقدرش نتوقع او ما نقدرش نجزم اللي جاي هيبقى فيه ارقام ولا لا. حتى لو فيه ارقام، ارقامها سهله. المين الحاجه الاساسيه اللي انت عايز تتعلمها من الكورس ده او الكورس المانجيريال فاينانس، ازاي تعرف ازاي تعرف تفكر بفكر الراجل الفاينانشال مانجر، ايه موضوع الفاينانس وايه دور الراجل ده. الراجل ده هو اللي بياخد القرارات جوه الشركه، نستثمر في مشروع ايه ولا في مشروع بيه، نستثمر في ناخد قرض من بنك ولا نشارك، ناخد قرض من البنك اكس ولا ناخد قرض من البنك واي، يا ترى المشروع ده تكلفته علينا هتبقى كام، تكلفته مش يعني تكلفه انشائه، تكلفه التمويل بتاعته علينا هتبقى عامله ازاي، ازاي نحسب تكلفه التمويل، ايه عناصر التمويل، وازاي ناخد قرارات استثماريه صحيحه. ماده لذيذه جدا 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 جدا. لو بس سمعت الكورس، لو بس سمعت المعلومات اللي بنقولها وفهمتها، مش هتحتاج تذاكر، مش هتحتاج تحفظ، علشان كلها حاجات هتبقى حلوه ولذيذه وانت عايز تعرفها، سواء انت راجل كنت في كليه تجاره او مش في كليه تجاره. انت كونك ان انت واحد بتفكر بس في البيزنس، في حاجات هتفيدك في حياتك كلها. في الاول عايزين نعرف الكورس بتاعنا هيتكون من ايه. في الطبيعي بيكون 7 شباتر، الله اعلم السمستر ده ايه اللي هيتاخد منه. كل اللي الجامعه خدته لحد دلوقتي هو شابتر 1. شابتر 1 هو المين، هو الاساس اللي هيفتح مداركك وهيحط في دماغك فكره الفاينانس اصلا. طب يا ترى الفاينانس مختلف عن الاكاونتنج؟ والله هما فيهم من بعض، تمام؟ الاكاونتنج اللي انت خدته السنين اللي فاتت واللي انت خدته السنه دي في الكوربريشن اللي هي جزء لا يتجزا من الفاينانس، في شويه بيزكس انت محتاجها في الفاينانس. فعشان تتفرج على الفيديو لو تفهم، لازم على الاقل تكون مخلص شابتر 1 كوربريشن اول ساعه الفيديو بتاعته، تمام؟ تعال نتكلم ونعرف ايه الرول والانفايرمنت بتاعه المانجيريال فاينانس ودور الراجل بتاع الفاينانس ده ايه. كبدايه كل حاجه بناخدها، بدايه اصل اي علم ليه علاقه بالمحاسبه وليه علاقه بالتمويل، هو الاكاونتنج ايكويشن. لو تفتكر الاكاونتنج ايكويشن دي كانت بتقول ان الاسيتس ان الاسيتس ايكوال لايبيليتيز بلس اونرز ايكويتي، او تعالى نكتب اللايبيليتي والاونر ايكويتي بلون مختلف وهتعرف، او انت المفروض عارف انا ليه بكتبهم بلون مختلف. زي ما خدت في الكوربريشن، زي ما خدت في اكاونتنج 1، ان الشركه بتتعمل في ايكويشن اسمها الاكاونتنج ايكويشن، بتقول ان الاسيتس ومين هي الاسيتس. الاسيتس ده هو الانفستمنت، هو الاستثمار اللي الشركه بتعمله. يعني السايد بتاع الاسيتس، الراجل بتاع الفاينانس بيبقى ليه فيه دور، هو اختياره للمشاريع. يعني انا دلوقتي لو فتحت محل، تمام، احنا شركه براند قهوه مثلا، فتحنا ستور جديد، فتحنا مكان جديد، فتحنا سبوت جديد تحت كوبري، مين اللي بياخد القرار نفتح المحل ده هنا ولا نفتح محلين في حته تانية؟ مين اللي بياخد القرارات؟ احنا نشتري بضاعه اكتر من الفروع ولا نشتري او نفتح فروع اكتر من الكارنت اسيتس او من البضاعه اللي احنا بنستخدمها؟ الراجل اللي بياخد القرار ده هو الفاينانشال مانجر. يعني مثلا انت المفروض عارف ان الاسيتس بتتقسم نوعين، current assets
وفيكسد اسيتس او شورت تيرم ولونج تيرم. يعني مثلا احنا واحنا بنأسس المشروع بتاعنا عارفين ان المشروع ده فيه نوعين من الاسيتس، اجمالي الاحتياج بتاع المشروع ب 100,000 دولار. كنا بنروح نجيب ال 100,000 دولار دولت من الاذر سايد اللي هو اللايبيليتي والاونر ايكويتي. اللايبيليتي والاونر ايكويتي زي ما انت اتفرجت وعرفت في الفيديو الاولاني للكوربريشن ان اللايبيليتي والاونر ايكويتي مع بعض السايد ده كله اسمه هاو تو فاينانس. يبقى انا اقدر اغير شكل الاكونتنج ايكويشن، وبدل ما بقول اسيتس ايكوال لايبيليتي بلس اونر ايكويتي اقدر اقول ان الاسيتس ايكوال الفاينانس. مين هم اللايبيليتي ومين هم الاونر ايكويتي؟ اللايبيليتي والاونر ايكويتي هم الميثود او الواي تو فاينانس، هم طرق تمويل اي مشروع انت بتعمله. طيب تعال نفرع الدنيا اكتر، هي الديون دي في منها كام نوع؟ في منها شورت تيرم وفي منها لونج تيرم. طب والاونر ايكويتي ده انت مش لسه واخد في الكوربريشن في شابتر 1 اللي الاونر ايكويتي الفاينانس من خلاله بيكون عن طريق الكابيتال، بيكون عن طريق الكومن ستوك، بيكون من عن طريق البريفيرد ستوك. والمفروض تاخد في الكوربريشن شابتر 3 اللونج تيرم لايبيليتي انا بعبر عنها بحاجه اسمها البوند. هتقولي ايه اللي انت عملته ده؟ هقول لك اصل الراجل بتاع الفاينانس ليه دور مهم قوي. لحظه تاسيس الشركه الراجل ده بيبقى موجود في الشركه اول لما تفتح، بيعمل دورين مهمين قوي، بياخد قرارات مهمه قوي. القرارات دي بياخدها بناء على الاكاونتنج ايكويشن، شايف الانفستمنت ده، شايف الفاينانس ده، ده دور الراجل. الراجل بتاع الفاينانس اول دور ليه بيشوف المشروع بتاعي ده محتاج كام؟ 100,000 دولار. اول دور بيعمل حاجه اسمها فاينانشال ديسيجن، قرارات تمويليه. ايه هي القرارات التمويليه؟ يا ترى انا كشركه هعتمد في التمويل بتاعي على الشورت تيرم ولا هعتمد على اللونج تيرم؟ هتقول لي الله طب بيقرر ازاي؟ قال لك بص، هو انت اما تيجي تستلف من واحد مش بتدي له انترست؟ خدت كارد مش بدفع فوائد للبنك؟ هتقول لي اه. هو حضرتك اما تيجي تعمل اصدار لبوند، البوند ده مش بتدفع، البوند ده ورق الدين برضه، بتتداين بس الاشخاص، مش اما بتتداين لشخص بتدي له برضه انترست؟ اه. هو انت اما تيجي تعمل اصدار لكومن ستوك او بريفيرد ستوك وتجيب ناس تشاركك، الناس دي بتشاركك محبه ولا عايزه منك عائد؟ عايزه منك عائد. هتاخد منك في شابتر 2 في الكوربريشن قيمه اسمها الديفيدنس او توزيعات الارباح. انا دوري في الشركه عشان احقق استمراريه، عشان الشركه دي تنجح، عشان الشركه دي تستمر وتكبر، عايز اعمل ايه في التكاليف؟ هي التكاليف دي حاجه كويسه عايزه تكبر ولا حاجه ممكن تخسرني فعايز اقلل قيمتها؟ حاجه ممكن تخسرني فعايز اقلل قيمتها. يجي هنا الدور الاولاني للراجل الفاينانشال مانجر، العمده، البابا بتاع الشركه، اللي هو بيعمل الفاينانشال ديسيجنز، اللي هو بيختار الشركه الشركه تعتمد في تمويلها على الشورت تيرم ولا تعتمد في تمويلها على اللونج تيرم. هتقول لي طيب على حسب التكلفه، هقول لك كمان في حاجه تانية غير التكلفه. الراجل ده دوره اللي هو يعمل ايه في التكلفه دي؟ زي ما انت لسه قايل، محتاج اعمل لها مينيمايزيشن ولا محتاج اعمل لها ماكسمايزيشن؟ دي تكلفه، حاجه انت هتدفعها، يبقى محتاج اعمل لها مينيمايزيشن. يبقى الراجل الفاينانشال مانجر ده رقم واحد الدور الاول ليه، رول رقم واحد الدور الاصلي اللي هو بيلعبه في الشركه، اللي هو بيميك فاينانشال ديسيجن تو ريديوس ولا انكريز الكوست اوف كابيتال. الكوست اوف كابيتال ده او ايه هو الكوست اوف فاينانس؟ هي تكلفه الدين وتكلفه راس المال. انا عايز اعمل ايه كراجل فاينانشال مانجر شاطر؟
اعلي على الشركه تكلفه التمويل ولا اقللها؟ اقللها. يبقى الدور الاولاني اللي الراجل ده بيعمل فاينانشال ديسيجن تو ديكريز الكوست اوف كابيتال. ليه؟ عشان يحقق سستينابيليتي، عشان يحقق استمراريه في الشركه. اسمها ايه الحته دي؟ اسمها الاوبتيمال كابيتال استراكشر. عايز يوصل للاوبتيمال كابيتال استراكشر. يعني ايه اوبتيمال كابيتال استراكشر؟ يعني ايه كابيتال استراكشر اصلا؟ كابيتال استراكشر يعني تكوين الكابيتال. هو عايز يوصل للاوبتيمال. ايه هو الاوبتيمال؟ هو الامثل، التكوين الامثل لراس المال، التمويل الامثل للتمويل. يعني احقق اعلى رقم ممكن امول بيه الشركه بس باقل تكلفه تمويليه. يبقى انت كده عرفت. انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم. الاكونتنج ايكويشن قدامك، اول دور بيعمله الدور اللي بيعمله في الرايت سايد، بياخد ديزيجن. اول ديزيجن بياخده وهو الفاينانشال ديزيجن. ايه اللي محتاج يوصله في الفاينانشال ديزيجن؟ اللي هو يحقق الاوبتيمال كابيتال استراكشر. طب والاوبتيمال كابيتال استراكشر ده هو الهايست كوست اوف كابيتال ولا اللوست كوست اوف كابيتال؟ هو اللوست كوست اوف كابيتال. هتقول لي طب بيعمل ده ازاي؟ هقول لك باللي هو بيعمل البيست ميكس بتوين الديت اند الايكويتي. بتوين اللي بالاحمر ده اسمه الشورت تيرم فاينانشال ديزيجن، واللي بالازرق اللي فيه حته لايبيليتي بون وحته كابيتال اسمه اللونج تيرم فاينانشال ديزيجن. صعبه؟ لا. طيب خلاص، انا الراجل ده جاب لي 20,000 من هنا وجاب لي 80,000 من هنا، بقى معاه 100,000. دوره خلص؟ لسه ليه دور تاني. ايه هو الدور التاني؟ ياخد الفلوس دي بقى يصرفها في الاسيتس. معاه 100,000، يصرف قد ايه على الكارنت اسيتس ويصرف قد ايه على الفيكسد اسيتس، يصرف قد ايه على الشورت تيرم ويصرف قد ايه على اللونج تيرم. يعني بيعمل الدور التاني ليه وهو الانفستمنت ديزيجن. وايه هو ملخص الانفستمنت ديزيجن؟ ملخص الانفستمنت ديزيجن اللي هو بيعمل كوست او بيعمل كابيتال بادجيتنج. بيعمل ميزانيه، بيشوف هيحط قد ايه هنا وهيحط قد ايه هنا. يعني تعالى نهدي كده الكلام ونهدي الريتم ونتكلم بالراحه. الراجل ده بيعمل كام دور؟ دورين، دور ليه علاقه بالاسيتس ودور ليه علاقه باللايبيليتي والاونر ايكويتي. اول دور، الدور اللي عندك على الشمال بتاع الفاينانس، بيعمل فاينانشال ديزيجن. ايه الهدف منها؟ تو ديكريز الكوست اوف كابيتال، عن طريق اللي هو محتاج يوصل للاوبتيمال كابيتال ستراكشر. وهوصل للاوبتيمال كابيتال ستراكشر ده ازاي؟ بالبيست ميكس بتوين الديت اند ايكويتي، عشان يحقق استمراريه في الشركه. طيب شكرا. الدور الثاني، جبنا الفلوس، عملت كابيتال بادجيتنج، سوري، عملت كابيتال ستراكشر كويس. تعال نروح نصرف. بيصرف يعني بيعمل كابيتال بادجيتنج. ايه هو الكابيتال بادجيتنج؟ هو الوكيت الاسيتس او الوكيت الفند او الوكيت الفلوس اللي جات له بتوين حاجتين، الكرنت اسيتس والفيكسد اسيتس، شورت تيرم انفستمنت اند لونج تيرم انفستمنت. نلخص تاني، ركز معايا، عايزك تحفظ معايا وانا بتكلم. الليفت الرايت سايد بيعمل فيه خمس حاجات، او تعرف خمس معلومات. بيعمل فاينانشال ديسيجن عباره عن شورت تيرم فاينانشال ديسيجن ولونج تيرم فاينانشال ديسيجن. عايز يوصل لايه في الفاينانشال ديسيجن؟ عايز يعمل كابيتال ستراكشر. عايز يستفاد بايه من الكابيتال ستراكشر ده؟ عايز يعمل اوبتيمال كابيتال ستراكشر. وايه معناه الاوبتيمال كابيتال ستراكشر؟ اللوست ولا الهايست كوست اوف كابيتال؟ اللوست كوست اوف كابيتال، اقل تكلفه تمويلية، عشان يحقق سستينابيليتي، عشان يحقق استدامة، عشان الشركة تضمن ان هي تشتغل. طول ما انت تكاليفك قليلة احتمالية انك تقعد في السوق هتبقى فترة اكبر. طب في الرايت سايد في الاسيتس بيعمل انفستمنت ديزيجن، بيالوكيت الفند بتوين
الشورت تيرم انفستمنت واللونج تيرم انفستمنت. شورت تيرم يعني كارنت اسيتس، لونج تيرم يعني فيكسد اسيتس، علشان يعمل حاجه اسمها كابيتال بادجيتنج. دي اسمها كابيتال بادجيتنج ودي اسمها كابيتال استراكشر او تكوين، يعني ده التكوين وده التوزيع. وبكده يكون خلص اول سلايد من الشيت. تعال نبص الكلام عامل ازاي. قالك الاكاونتنج ايكويشن تو سايد، السايد الليفت اللي هو الانفستمنت اللي بيدور على الاسيتس، والاسيتس شورت تيرم انفستمنت ولونج تيرم انفستمنت. الشورت تيرم اسمه كارنت اسيتس، اللونج تيرم اسمه فيكسد اسيتس. الرايت سايد هاو تو فاينانس او هاو تو فاندنج كابيتال استراكشر، ودي اسمها كابيتال بادجيتنج. بيوزع احتياجه، بيجيب احتياجه من التمويل من جهتين، اللايبيليتي والاونر ايكويتي. عندي شورت تيرم ديت هاف كوست اسمها انترست، واللونج تيرم اوف ديت هاف كوست، والايكويتي اللي هو الكابيتال هاف كوست اللي هو الديفيدنس. دوره ايه؟ فيرست رول، ذا فيرست رول اوف فاينانشال مانجر is to reduce cost of fund او cost of capital عن طريق by making best mix، كوكتيل حلو between debt and equity، عشان يوصل الى الاوبتيمال كابيتال استراكشر، التكوين الامثل لراس المال، ولا عن طريق اللي هو بيقلل الكوست اوف كابيتال فبي انكريز الفاليو اوف فيرم، بيزود قيمه الشركه عشان الشركه هيبقى عندها سستينابيليتي، عشان بيقلل الخطر بتاع الاغلاق. فهو بيعمل فاينانشال ديزيجن شورت اند لونج. الدور الثاني اللي ريليتد بالاسيتس، اللي ريليتد بالانفستمنت، بيعمل انفستمنت ديزيجن شورت تيرم اند لونج تيرم. ليه؟ تو اتشيف هاير ريتيرن، عشان يحقق اعلى عائد يقدر يدفع بيه التكاليف اللي عنده. فجا الناس او جت الناس لخصت الدور بتاع الفاينانشال مانجر وقالت اللي انا عندي فيرست برسبكتيف بيقول ان الفاينانشال مانجر عنده دورين، انفستمنت ديزيجن وفاينانشال ديزيجن. الانفستمنت اللي هو بينفست في الشورت وبينفست في اللونج، اما الفاينانشال ديزيجن بينفست في الشورت تيرم وبينفست في اللونج تيرم. وخد بالك الشورت تيرم هو الشورت تيرم ديت، اللونج تيرم جواه حاجتين، اللونج تيرم ديت و الكابيتال. جلسة ثانية قالت لك أنا وأنا بعرف الدور بتاع الفاينانشال مانجر مش هقول انفستمنت وفاينانس، أمال هقول إيه؟ هلعب مع الراجل ده بالفترات الزمنية. يعني هشتغل على حاجة اسمها الاستراتيجية والتكتيك. قال لك الراجل ده هيعمل تكتيكال تكتيكال ديزيجن وهيعمل استراتيجيك ديزيجن. إيه هي الاستراتيجية وإيه هو التكتيك؟ زي ما انت خدت في المانجمنت في ليفل 1، الاستراتيجيه هي الخطه طويله الامد، هو كل ما هو لونج تيرم. اما التكتيكال ديزيجن هي القرارات اللحظيه او القرارات اللي هتاثر على الشركه خلال فتره زمنيه قليله اللي هي شورت تيرم. فملخص الاول، انت عرفت ان الاستراتيجيك ديزيجن هي كل ما هو لونج تيرم، التكتيكال ديزيجن هو كل ما هو سوري الاستراتيجيك ديزيجن كل ما هو لونج تيرم، التكتيكال ديزيجن كل ما هو شورت تيرم. فعملوها في كولامين، كولم بينكلود كل ما هو شورت وسموه التكتيكال ديزيجن، وكولم سموه اللونج، وفي كل ما هو استراتيجيك ديزيجن، يعني قال شورت تيرم تكتيكال، شورت تيرم انفستمنت اند شورت تيرم فاينانس. اما اللونج تيرم خد اللونج تيرم انفستمنت في الفيكسد اسيتس واللونج تيرم فاينانس في البوند اند كابيتال. ده بصوره عامه الشكل او الدور الاساسي للفاينانشال مانجر. بيتش 2 بنتكلم في نوع من المستثمر. انا صفحه 1 وصفحه 2 انا بتكلم في البيزك ترمينولوجي، اللي لما اجي اكلمك في التعريف بتاع الفاينانس ودور الراجل في الكلام اللي موجود في الكتاب واللي انت خدته في اول سلايدز مع الدكاتره، تبقى انت فاهم الكلام اللي مكتوب فيها. فلازم قبل ما اديك الكلام واحطه كده في وشك تقول انت فاهم معناه ايه.
في البيج رقم 2 بنتكلم في حاجه اسمها الجول اوف فيرم او الهدف من الشغل او الهدف من الانفستمنت. زي ما احنا قلناها في الكوربريشن في الانترست اللي الراجل بيدور عليها الانفستور لما بيشتري سهم. كنت بقول لك ساعتها اللي اي حد بيعمل اي مشروع، لو انت ما اتفرجتش على الفيديو بتاع الكوربريشن، لو انت اي حد بيعمل اي مشروع عايز يعمل استثمار فهو بيدور على انواع من المكاسب، انواع من العوائد، بيدور على مينلي نوعين من المكسب. زي ما انا قلت لك بالظبط في الاكزامبل اللي احنا خدناه في الكوربريشن، انا رحت اشتريت حته ارض 100 متر بنيتها عماره، عملتها شقق، اجرتها شقق اجار جديد، حطيت فلوس بقى عندي مشروع. ايه العائد الاولاني اللي هيجي لي من المشروع ده؟ انا بنيت العماره، بنيت شقق، هاخد الشقق اجرها، هيجي لي ايجار من الشقق. حاجه اسمها بروفيت ماكسمايزيشن، انا عايز اعمل تعظيم للايرادات بتاعتي او تعظيم للارباح بتاعتي، ازود الايرنينج بير شير بتاعي، ازود الريفينيو، ازود الانكم. طيب ده المكسب الاولاني اللي انا دورت عليه. طب يا ترى الارض اللي انا اشتريتها دي مع الوقت سعرها حصل له ايه؟ مع الوقت سعرها زاد، كنت جايبها بمليون بقت ب 10 مليون. ايه اللي حقق لي ثراء؟ ايه اللي خلاني مليونير مليونير؟ ال 9 مليون جنيه اللي نطوا في سعر الارض في السنه ولا ايجار الشقق؟ ال 9 مليون جنيه اللي اسمهم الويلث ماكسمايزيشن. يبقى انا عندي نوعين من الجين، نوعين من اللي انا بدور عليهم، نوعين من الجول. جول اولاني اسمه بروفيت ماكسمايزيشن، وجول تاني اسمه ويلث ماكسمايزيشن. حضرتك بقيت سيدي عارفين بروفيت ماكسمايزيشن يعني انا عايز اعمل انكريس في الريفينيو، عايز اعمل انكريس في البروفيت، عايز اعمل انكريس في النت انكم، عايز اعمل انكريس في الاي بي ار. اما الراجل التاني الويلث ماكسمايزيشن، معلش احنا هنبدل صوره الراجل ده بصوره الراجل ده، يعني المفروض ده الراجل بتاع الويلث وده الراجل بتاع البروفيت، تمام. اما الويلث ماكسمايزيشن هو انكريز في الاسيتس برايس، يعني باختصار ده بتاع ده وده بتاع ده. يعني لو جيت حكيت لك قصه كده صغيره وقلت لك اللي فيه شخصين، شخص اولاني وشخص تاني جيت عرضت عليهم مشروع من 100 سنه فاتوا، قلت للاولاني انا عندي مشروع. ايه هو المشروع؟ حته ارض زراعيه على ترعه في بلد زراعيه هتزرعها وتطلع منها محصول تبيعه، حلو. طيب الراجل التاني قلت له في حته ارض صحراء في منطقه مهجوره اسمها المعادي، منطقه سكنيه جديده، او بلاش المعادي، حته ارض صحراء هيسموها التجمع الخامس. الارض دي المتر فيها بجنيه، معاك 100,000 جنيه تاخد 100,000 متر ولا تروح تشتري الارض الزراعيه؟ الراجل اللي اسمه اكس راح اشترى الارض الزراعيه، الراجل اللي اسمه واي راح اشترى الارض بتاعت التجمع. في خلال سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه سته 10 20، مين فيهم مسك فلوس اسرع؟ الراجل بتاع الارض الزراعيه بيزرع يجيب محصول يبيعه حقق بروفيت جيبه بقى قد كده ولبس جلابيه صعيدي وخلاص بقى عمده. اما الراجل اللي مشترك في التجمع قعد فتره كده الارض دي لسه صحراء ومحدش يعرف عنها حاجه، بس بعد مرور 100 سنه واحنا واقفين النهارده في 2024 او احنا واقفين النهارده في 2023، مين بقى ملياردير ومين بقى مليونير؟ الراجل المزارع بقى مليونير، اما الراجل بتاع التجمع بص واقف على ذهب بقى ملياردير. ليه؟ اصل الراجل ده دور على البروفيت، اما الراجل ده الوينر دور على الويلث ماكسمايزيشن. الراجل بتاع التجمع حقق ويلز متر الارض اتحرك من جنيه ل 600، لا مش 600، ل 60,000 جنيه. متر الارض اتحرك من جنيه ل 60,000 جنيه. يعني كسب 60,000%.
متخيل؟ فدلوقتي لو جيت سألتك سؤال، انت كده خلاص عرفت ايه الجول اللي اسمه ويلز وايه الجول اللي اسمه بروفيت. لو جيت قلت لك مين البرايم جول، لو انت راشنال انفستور، لو انت كنت سمعت الفن اللي انا قلته ده بس رجعت معانا 100 سنه، كنت هتقول لو انت كنت صاحب القرار كنت هتختار التجمع ولا هتختار الارض الزراعيه؟ كنت هتختار التجمع، عشان التجمع حققت الويلز ماكسمايزيشن. هتقول طب ما الارض الزراعيه برضه سعرها زاد، بس في تفاوت في السرعات. ارض التجمع زادت 60,000 ضعف، تمام، لكن الارض الزراعيه زادت ايه؟ 100%، 200%، 500%. فانت لو بتفتح مشروع المفروض تفكر في الويلز ماكسمايزيشن ولا تفكر في البروفيت ماكسمايزيشن؟ فكر في الويلز ماكسمايزيشن، وانت بقيت عارف ان الويلز ماكسمايزيشن ده هو الانكريز في الاسيتس برايس. فقال لك ان الراشنال انفستور اتشيف ليس بروفيت. الراشنال ده الراجل اللي فكر في الويلز هيحقق في الاول بروفيت قليل ات فيرست، بس اتشيف جريتر ويلز ات اند، لكن هيحقق ثروه كبيره قوي في المستقبل. سو ذا ويلز ماكسمايزيشن از ذا بريمري جول اوف فيرم. يعني الجول اوف فيرم حاجتين، الجول اوف فيرم حاجتين، ويلز ماكسمايزيشن وبروفيت ماكسمايزيشن. لكن لو سالني في الامتحان على البرايم جول، الدور الاصلي او الدور الاساسي للشركه، هقول له البروفيت ولا الويلز؟ هقول له الويلز ماكسمايزيشن. ومن هنا يجي الدور الثاني للراجل الفاينانشال مانجر، الراشنال انفستور الشاطر، اللي هو محتاج يحقق للشركه الهدف بتاعها وهو الويلز ماكسمايزيشن. فكده الراجل الانفستور او الراجل الفاينانشال مانجر بيعمل ثلاث ادوار. اول حاجه فاينانشال ديسيجن، انا بعيد وزيد عشان تفتكر معايا وتحفظ، حاول تسمع معايا. بيعمل فاينانشال ديسيجن عن طريق اللي هو بيتشوز امونج الديت اند الايكويتي عشان تريديوس الكوست اوف كابيتال، عشان يعمل اوبتيمال كابيتال ستراكشر، هاف ذا لوست كوست اوف كابيتال عشان يحقق سستينابيلتي ويقلل الريسك. الدور الثاني الانفستمنت ديسيجن، وهو بياخد قرارات استثماريه شورت تيرم ولونج تيرم. الدور الثالث اتشيف جول اوف فيرم. وما هو الجول اوف فيرم؟ البرايم جول اوف فيرم هو الويلز ماكسمايزيشن، اند سكند هو البروفيت ماكسمايزيشن. يجي هنا يسالني سؤال برضو مهم، يقول لي هو حضرتك ليه بتكره البروفيت ماكسمايزيشن؟ او يقول لي هو انت ليه ما تقدرش تاخد قرار استثماري ناجح بناء على البروفيت ماكسمايزيشن؟ او تسالني السؤال بصيغه مختلفه، تقول لي هو انا دلوقتي لو اتعرض عليا مشروعين، مشروع قال لي انا بكسب 100,000 ومشروع قال لي انا بكسب 10,000، او تعالى نشتغل على الارقام اللي على البورد. مشروع قال لي انا بكسب 1000 دولار ومشروع قال لي انا بكسب 50,000 دولار. حضرتك تختار تشتغل على المشروع ده ولا تشتغل على المشروع ده؟ رقم واحد عايزك تركز، هو احنا هنا واحنا بنتكلم اتكلمنا باللغه بتاعت البروفيت ماكسمايزيشن ولا بتاعت الويلز ماكسمايزيشن؟ باللغه بتاعت البروفيت. انا قلت لك انا كسبت هنا كام وانا كسبت هنا كام. طيب تعال اديك شويه معلومات حصل فيها lack of information. لغه البروفيت لغه ناقصه، فيها معلومات مش موجوده. زي ايه؟ لو جيت قلت لك مبدئيا كده تعال نوقف، تختار المشروع ابو 50 ولا المشروع ابو 1000؟ ابو 50 طبعا. خد بالك هو انت مش غلطان، هو في نقص معلومات. تعال اقول لك ثلاث معلومات واشوف هغير رايك ولا لا. لو جيت قلت لك ان المشروع الاولاني ده ال 50,000 جنيه بتوعه دولت كانوا كلهم اون كريدت، اما ال 1000 جنيه بتاعت المشروع الثاني كانت كاش. يعني ده كان مكسب كاش وده كان مكسب اون كريدت. هتقول لي طب ليه ما قلتلهمش؟ عشان هو الريفينيو كده، الريفينيو بيقول لك انا كسبان كام، بس مش بيقول لك هم كاش ولا مش كاش. طيب لو جيت قلت لك ان المشروع ده اللي كسبني 1000 جنيه انا دفعت فيه 1 دولار، اما المشروع اللي كسبني 50,000 جنيه ده انا كنت دافع فيه 49,000 دولار. يعني انا ما قلتلكش ايه الريسك
اللي انا تعرضت ليه هنا ولا اللي انا تعرضت ليه هنا. طب المعلومه الثالثه والقاتله، الألف جنيه دي انا كسبتها في يوم، اما الخمسين ألف جنيه دول انا كسبتهم في شهر. بعد اللي انا قلته لك، تستثمر في المشروع ده ولا تستثمر في المشروع ده؟ في الاول هيبقى ده الونر، بس بعد ما اقول لك المعلومات هتلاقي ان ده هو اللي كسب. والكلام ده ليه؟ علشان البروفيت ماكسمايزيشن او البروفيت لانجوج عندها lack of information، عندها نقص في المعلومات، ما بتقولكش المعلومات المهمه كلها، بتخفي عنك ثلاث حاجات. اول حاجه الكاش، تاني حاجه الريسك، ثالث حاجه التايم. فقال لك البروفيت ماكسمايزيشن هاف لاك انفورميشن بروبلم، عشان هي بتخفي ثلاث حاجات. lack of information بتخفي الريسك، وبتخفي الريتيرن ده كان كاش ولا مش كاش، وبتخفي التايم فاليو اوف ماني، او بتخفي الوقت اللي جالك فيه الفلوس. قال لك ان انت عملت اجنور للكاش، ما قلتش الفلوس دي كاش ولا مش كاش، عملت اجنور للانيشال انفستمنت، للاستثمار المبدئي، للرقم اللي انت ضحيت بيه في الاول، وعملت اجنور للتايم فاليو، الفلوس دي جت خلال فتره قد ايه. عشان كده لغه البروفيت هي لغه فاشله في الحكم على المشاريع اللي انا بخشها. يعني ما اقدرش باستخدام البروفيت ماكسمايزيشن اخد انفستمنت ديزيجن صحيحه. قال لك ليه؟ قال لك what is relevant or what are we evaluating the process, we must value، لازم نقيم ثلاث حاجات، لازم اقيم الريسك واقيم الريتيرن واعمل valuation للريسك والريتيرن دول according to time value of money. هتقول لي ايه هو time value of money؟ هقول لك ده احنا عايشين في عصر دلوقتي كله مشكله time value of money. يعني من ثلاث سنين جبت عربية ب 100,000 جنيه. النهاردة العربية دي بقى سعرها في السوق 300,000 جنيه. زمان ال 100,000 جنيه كانوا يجيبوا عربية. دلوقتي ال 100,000 جنيه ما يجيبوش توك توك. الله! فين المشكلة اللي حصلت؟ إيه اللي خلى الفلوس قيمتها تقل؟ التضخم، الإنفليشن، بس الإنفليشن لوحده ولا الإنفليشن مع التايم؟ الانفليشن مع التايم. هي بدات كده، العربيه كانت ب 100، حصل انفليشن بقت ب 120. الانفليشن موجود بس الوقت بيزيد، بقت ب 150، بقت ب 200، بقت ب 300. فايه هو التايم فاليو اوف ماني؟ هو الايفكت بتاع التضخم، هو الايفكت بتاع الانفليشن على الفلوس. هتقول لي ايه هو الانفليشن؟ انا ما خدتش اقتصاد، انا ما اعرفش حاجه عن الاقتصاد. حبيبي الانفليشن ده هو التضخم. معناها ايه التضخم ده؟ هي ان السعر دي، السلعه دي تحمل سعر غير عادل. ان انا الجنيه بتاعي ما بقاش يجيب نفس الحاجه، يعني القلم ده كان بجنيه. النهارده القلم ده ب 3 جنيه، يعني لو كان معايا 10 جنيه اجيب بيها، او لو كان معايا 9 جنيه من سنه اجيب بيها 9 اقلام، دلوقتي ال 9 جنيه يقول لي 3 اقلام، عشان القلم ده حصل له تضخم في سعره. تمام؟ اللي هو انخفاض قوة الشرائية. يعني مثلا بيقول لك هنا بالانفليشن، قال لك ان ال 100 جنيه 1000 جنيه دلوقتي احسن من 1000 جنيه بعد سنه. وقيمه الوقت بقيمه الفلوس، قيمه الوقت تغلب قيمه الفلوس، كل ما الوقت بيزيد الكفه دي هتنزل تحت وقيمه الفلوس هتقل. كوبايه القهوه كانت ب 25 سنت، بقت ب 45 سنت، بقت ب 75 سنت، بقت بسنت، بقت بسنت وربع، بقت سنت 85، بقت بدولار 85. يعني بالفلوس دي زمان انا كنت اجيب 8 قهوه، دلوقتي ما عارف اجيب واحده بس بالعافيه. فقال لك ان التايم فاليو اوف ماني، ماني هاف ا فاليو، الايه فلوس ليها قيمه، از ديل انفرسلي وذ تايم اند انفليشن، الفلوس ليها قيمه بتقل قيمتها دي مع الوقت والتضخم. يعني الوقت والتضخم عاملين زي الصدى، عاملين زي البرومة اللي بياكلوا في الحديد وبيقللوا منه. نخش بقى في الكلام اللي موجود في السلايدز واللي موجود في الكتاب اللي احنا دلوقتي هنقراه، بس
عشان كل الكلام اللي هنا انت حضرتك خلاص انا واثق 100% اللي انت بقيت حافظه. يعني قالك ديفاين فاينانس، عرفني فاينانس والرول او الدور بتاع الفاينانشال مانجر. قالك الفاينانس از ساينس اند ارت. يعني ايه ساينس اند ارت؟ قالك الفاينانس ده هو علم وفن. علم وفن يا عمو احنا هنرسم؟ اقول لك اه احنا بنرسم خطط، نخطط للمستقبل. ليه هو ساينس؟ ساينس عشان تدرسه، وهنطلع قوانين هتبقى معاك ومعايا ومع زيد ومع عبيد، هنقعد نعمل بيها خطط. لكن ليه هو ارض؟ فاكر الراجل بتاع التجمع والراجل بتاع الارض الزراعيه؟ الاثنين دولت متعلمين وبدل وكل واحد فيهم بيعرف يعمل خطط، بس الراجل ده كان عنده ارض، كان عنده فن، كان عنده فيجن، كان عنده رؤيه اكبر من الراجل ده. ياسين منصور ساويرس والراجل اسمه سيد السويركي بتاع التوحيد والنور، الاثنين دول مستثمرين. نجيب ساويرس مستثمر وسيد السويركي مستثمر. واحد استثمر في الهدوم وفتح التوحيد والنور، واحد استثمر في العلاقات في العقارات وفي الطرق والكباري والمدن الجديده وشبكات الاتصالات، واحد بقى ساويرس واحد بقى سيد السويركي. الاثنين مهمين والاثنين انفستور شاطرين، بس في واحد عنده ارض اعلى من الثاني. ساويرس راح اختار الجونه واشترى الجونه وهي حته ارض صحراء ما فيهاش مواصلات، اشتراها ببلاش، دلوقتي بقت بقد كده. تمام؟ فالفاينانس هو ساينس بس؟ لا، ده الفاينانس از ساينس اند ارض، هو علم وفن اوف مانجينج، لاداره او الوكيتنج ماني فوند اند كابيتال اوفر تايم. It's a science and the art of dealing with management or sorry of dealing with managing of certain factor of production، مع عناصر، عنصر من عناصر الانتاج اللي هو land و labor و capital. هو بيتعامل مع مين فيهم؟ هو بيتعامل مع الكابيتال، يعني هو بيمانج الكابيتال. ليه هو ساينس؟ عشان بيستدي ريليشن بتوين فاريبل كان بيدوت، بيتعامل مع ارقام تقدر تتعلمها. اما اللي عمرك ما تقدر تعلمه لحد في الفاينانس هو الفيجن، هو الارض، هو السكيلز اللي ربنا خلقها في الواحد. الارض سكيلز كان بي توت ما تقدرش تعلمها لحد. سكوب اوف فاينانس، الفاينانس ده مجال تحت اي مجال من المجالات الحياتيه؟ هو مجال مانجنج، هو مجال اداري، بيعمل الخمسه فانكشن بتوع المانجمنت اللي انت خدتهم في سمستر 1: بلاننج، اورجنايزنج، ليدنج، مونيتورنج اند كنترول. الكور اوف فاينانس الاساس او المشكله اللي دايما بيفكر فيها الراجل بتاع الفاينانس هي از هاو انديفيدوال، ازاي الافراد اند بزنس ميك تشويس بتوين كارنت سبيندنج اور ريسيفنج ماني ناو فيرس ان فيوتشر. ازاي اقنع الناس واغير وجهه نظرهم بين اللي هم ياخدوا فلوس دلوقتي ولا يستنوا ويعملوا بيها انفستمنت وياخدوها اضعاف قدام. نيجي هنا للرسمه المشهوره بتاعه الفاينانشال مانجر رول. قلنا الفاينانشال مانجر بناء على الجرافات اللي خدناها قبل كده دوره اللي هو بيميك ديسيجنز، الديسيجنز دي هي انفستمنت ديسيجن وفاينانشال ديسيجن، بياخدها ليه؟ تو اتشيف الجول اوف فيرم او تو اتشيف البرايم جول اوف فيرم. وقلنا من البورد اللي قبل كده ان البرايم جول اوف فيرم هو الويلث ماكسمايزيشن، وبيوصل لده عن طريق اللي هو بيعمل ايفالويشن او بيعمل سوري ايفالويشن لثلاث حاجات او بييفالويت ثلاث حاجات: الريسك والريتيرن، وبيعمل ايفالويشن كمان للتايم فاليو اوف ماني. فيجي هنا يسالني سؤال بيقول لي يا ترى الراجل بتاع الفاينانس ده بيتعامل مع الشركات بس؟ يعني دور الفاينانس بيقتصر على الشركات او على الكوربريشن فقط؟ هقول لك لولا الكوربريشن ما كانش فيه فاينانس، لولا الشركات ما كانش فيه فاينانس. بس لو تاخد بالك هو الكور اوف فاينانس كان ايه؟ هاو individual اند بزنس ميك تشويس. يعني هو بيتعامل على مستوى الافراد بس ولا على مستوى الافراد ومستوى الكوربريشن؟ الاثنين. هو بيتعامل مع
الاثنين، بيتعامل مع الاثنين ازاي؟ تعال اقول لك. قال لك الديل ويز انديفيدوال ليفل اند بزنس ليفل، بغض النظر اوف سايز اوف بزنس، بغض النظر عن حجم الشركه. ازاي؟ انا راجل سريع عربي معايا فلوس شوال رز، دخلت عايز استثمر. انا راجل اعرف حاجه عن الاستثمار؟ اعرف حاجه عن مصر؟ لا. هروح لواحد مدير محافظ ماليه او واحد بتاع ويلث مانجمنت بيعرف يشغل الفلوس للناس، اقول له انا معايا 100 مليون جنيه خد شغلهم لي في مصر، هيختار لي خطه استثماريه ناجحه. الراجل اللي انا بتكلم ده هو عباره عن ايه؟ فاينانشال مانجر، بس بيتعامل مع الانديفيدوال ليفل. فاينانشال مانجمنت مع الانديفيدوال ليفل بتعمل ايه؟ هاو انديفيدوال مانج اتس ماني، ازاي الناس تعرف تمانج تدير فلوسها، ازاي تعرف تكبر فلوسها. اثنين، اما مع البيزنس ليفل كوربريت فاينانس بعمل 3 بروسيس. ده انا هنا لو واحد لبست البدله ونازل اشتغل في شركه او بقدم استشاره لشركه، بعمل للشركه بلاننج، مانج لونج تيرم فوند، اند مانج الوركينج كابيتال. هتقول لي ايه دول؟ هقول لك اللونج تيرم فوند ده هو اللونج تيرم فاينانس، اما الوركينج كابيتال هو الكارنت اسيتس ناقص الكارنت لايبيليتي. ده محتاجك تعرفها. بس بيج 4 بنتكلم فيها عن انواع الشركات اللي انت المفروض عارفها، اللي انت المفروض عارفها من ليفل 1 في اول محاضره خدناها، اما كنا بنتكلم عن شابتر 1 في الاكاونتنج وكنا بنتكلم عن نظري بتاع انواع الشركات. وقلنا ساعتها ان انواع الشركات من حيث الملكيه بيقف عند ثلاث انواع. النوع الاولاني هو السول بروبرايتورشيب، النوع الثاني هو البارتنرشيب، النوع الثالث هو الكوربريشن. طيب مين الاونر بتاع السول؟ شركه مؤسسه فرديه، انا فتحت شركه دعايه، شركه بتاعت مين؟ بتاعتي. مين اللي بيديرها؟ انا. مين اللي بيدفع ديونها؟ انا. مين اللي بيدفع ضرايبها؟ انا. مين اللي بياخد مكسبها؟ انا. مين اللي لو مات او حصل له حاجه الشركه هتقفل؟ انا. فدي السول هو ذا اونر المانجر اور مانجمنت اند اونر سيبريت. يطلع في انفصال ما بين صاحب الشركه والمدير، لا ده صاحب الشركه هو المدير. بالنسبه لللايبيليتي انا عندي انليمتد لايبيليتي زي ما خدنا في الكوربريشن. اما الاونر او ذا اونر اند بزنس تاكس سيبريتلي، في انفصال ما بين الحساب الضريبي ليا والشركتي. قال لك لا، الضرايب بتاعتي هي الضرايب بتاعه الشركه، لو ما دفعناش ضرايب الشركه انا هتحبس. طيب ايه الادفانتج والديس ادفانتج؟ لو مش باينه نكبر شويه. الادفانتج بتاعت سول لو فورميشن كوست، تكلفه الانشاء قليله، بروفيت دايركت اونلي تو وان بزنس على وان بيرسون، الفلوس بتروح لشخص واحد بس. كان بي دي سولفد فيري ايزي، بكره قفلت المحل جبت باب وروحت، سهل قوي انك تقفلها. الديس ادفانتج الاونر عنده انليمتد لايبيليتي، يا عيني شايل كل الديون لوحده. اثنين، فاند ريزنج باور از ليميتد، قدرتي على زياده راس مال الشركه قليله عشان انا واحد بس. ثلاثه، ذا فيرم جروس ريت از فيري لو، عشان اكبر الشركه دي هتعب قوي عشان انا لوحدي، مش هعرف اكبرها بسهوله عشان انا بس اللي بشتغل فيها وانا بس اللي بعمل فيها كل حاجه. عايز اكبر شويه واخد خطوه قدام، فشاركت واحد، بقينا تو بارتنر. مين اللي بيدير؟ انا وهو. انا خدت مهاراتي على مهاراته، انا دكتور شاطر وهو دكتور شاطر، فتحنا مركز كبير. تمام، انا بدي كورسات اكاونتنج، خدت واحد بيدي كورسات ايكو، فتحنا سنتر دروس. تمام، انا راجل مغني وده راجل ملحن، فتحنا شركه انتاج. دي البارتنرشيب اللي انا بجيب ناس بروفيشنال في حاجات اضمهم مع بعض. انا حطيت فلوسي على فلوسه، خبرتي على خبرته، مهاراتي على مهاراته، فعملت كوكتيل حلو اسمه بارتنرشيب. فمين اللي بيقول؟ البارتنرز. يا ترى بيختلفوا في الاداره، يعني المديرين في حته والبارتنرز في حته؟ قال لك لا، بالنسبه لللايبيليتي زيها زي السول
unlimited liability. Our owner business taxed separately. يعني لو المشروع بتاعنا ده لو المركز الطبي اللي احنا فتحناه عليه ضرايب وما اتدفعتش هيحجزوا على المركز ولا هيحبسونا؟ هيحبسونا احنا الاثنين. طب ايه الادفانتج والديس ادفانتج بتاع الموضوع ده؟ قالك الادفانتج فاند ريزنج باور بيتر ذان سول. فاند ريزنج زياده الفلوس زياده الكابيتال هتبقى اسهل، في اتنين بيمولوا. مور بارتنر مين هاير كابيتال، شركه كتير معناها كابيتال اكتر. ثلاثة availability of different managerial skills، في اتنين بيديروا فالاداره هتبقى اسهل عشان حطيت خبراتي على خبراته. عملنا حاجه اسمها البرين ستورمنج، العصف الذهني، بقينا اتنين بنفكر هنقدر نبدع ونتطور اكتر واكتر. الديس ادفانتج نفس الديس ادفانتج بتاع السولو اللي هي الانليميتد لايبيليتي. بارتنر ديسولفد وين ذا بارتنر داي، الشركه هتقف لو واحد مات او دخلنا شريك جديد. كانت بي ليكويديتد اور ديسولفد ايزلي، مش هتسهلها على نفسك وانت بتقفلها وانت بتعمل كلوزنج للشركه، هتاخد اجراءات وهتاخد وقت اطول واطول. بابا المجال الكوربريشن، و اللي احنا بتاخدها الترم ده ماده لوحدها. مين الاونر بتاع الكوربريشن؟ لو انت اتفرجت على الفيديو الاولاني هم الشير هولدر. يا ترى الشير هولدر بينفصلوا عن الاداره؟ غالبا ثلاثه في ليميتد لايبيليتي ولا انليميتد لايبيليتي؟ لو ذاكرت ما ذاكرتش. ليميتد لايبيليتي ار ذا اونر اند بزنس تاكسد سيبريتلي، البيزنس بيتحاسب ضريبيا لوحده. تعالى بقى ناخد الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت ال يا لهوي ايه يا عم ده كوربريشن. الادفانتج اونر هاف ليميتد لايبيليتي، اونر ويل نيفر لوس مور ذان انفستمنت، الراجل عمره ما هيخسر اكتر من الراجل اللي كان الرقم اللي كان عامله في الانفستمنت. فاند ريزنج باور از فيري هاي، اللي هي المميزات بتاعت الكوربريشن انت خدتها في شابتر 1. كوربريشن ار لونج لايف فيرم، عندها كونتينوس لايف. بروفيشنال مانجر كان بي ايزلي هاير، نركن على جنب لو ما بنفهمش ونجيب مدير يفهم. الديس ادفانتج الدبل تاكسيشن، الديس ادفانتج الفورمات بتاعتها عاليه جدا وبياخد تايم كبير عشان اعمل فورميشن ليها. يعني كوربريشن اولموست سبجكتد تو government regulation، الحكومة هي اللي بتنظمها واللي بتتابع أدائها، وده الفرق ما بين الثلاث أنواع من الشركات. بيتش 5 وبتتقسم الحكاية عندنا في الجزء الأخير وكده خلاص شابتر 1 قرب يخلص، وهو الـ organization level of financial function أو المستوى أو الهرم الوظيفي او الهرم التدريجي للشركه الكوربريشن. زي ما احنا خدنا في ماده الكوربريشن في الفيديو الاولاني، في ستوك هولدر فوق بيعملوا الكت، بيعملوا انتخابات للبورد اوف دايركتور. البورد اوف دايركتور دول اللي هم برضو اونر بيعملوا هايرنج لسي اي او، يعني رقم واحد الستوك هولدر بينتخبوا بورد اوف دايركتور. البورد اوف دايركتور دول المفروض بينتخبوا واحد اسمه الهيد اوف بورد اوف دايركتور. حلو؟ الراجل ده يا اما يعين سي او يا اما يشتغل هو بنفسه سي او، يعني مدير تنفيذي. تمام؟ يبقى في ستوك هولدر بينتخبوا البورد، البورد بينتخبوا الهيد اوف بورد. الهيد اوف بورد يا اما لو هو شاطر ينزل يدير الشركه بنفسه، يا اما لو هو مش سكيلد كفايه يهاير سي او. يعني ايه سي او؟ يعني مدير تنفيذي. المدير التنفيذي ده هو مدير الشركه، تحتيه خمس ادارات، اداره الاتش ار، اداره المانيفاكتشرنج، اداره التصنيع، اداره الماركتنج، اداره الاي تي، واهم اداره هي اداره السي اف او، الاداره الماليه اللي اغلبنا اشتغل او هيشتغل فيها. كل الناس خريجين كليه التجاره او كل اللي الميجر بتاعهم
اكاونتنج وفاينانس محاسبه وتمويل بيشتغلوا في الاداره الماليه بيشتغلوا في الفاينانس. هتقولي بيشتغلوا في الفاينانس ازاي يا عم؟ امال المحاسبين فين؟ لا ما انا جاي اقول لك، تعرف ان المحاسب ده جوه اداره الفاينانس؟ هتقولي ازاي؟ اقول لك اصل اداره الفاينانس السي اف او جواها ادارتين، اداره اسمها اداره التريجري واداره اسمها اداره الكنترولر. ايه الكنترولر دول؟ الناس اللي بيعملوا مونترنج اند كنترول لحسابات الشركه، ما بيني وما بينك كل ما هو ليه علاقه بالاكاونتنج. اما اداره التريجري اداره الخزانه، فرعون اما جه يمسك سيدنا يوسف مسكه خزانه مصر، يعني مسكه التريجري بتاعت مصر، هو اللي كان بيخطط للاستثمار في مصر ساعه الطوفان. فاداره الخزانه هي بقى الاداره اللي فيها لعب، هي الاداره اللي فيها شطاره، اللي فيها فاينانشال مانجر شاطر وفاينانشال مانجر مش شاطر، اللي فيها الناس بتوع الكابيتال اكسبندتشر، ازاي نعرف نجيب كابيتال للشركه، الناس بتوع الكريدت مانجمنت، الناس اللي شغاله في البنوك اللي بيقولوا ندي مين قرض وما نديش مين، نحط لمين سعر فايده كام، الناس اللي شغاله في الفورن اكسشينج مانجمنت اللي بيتاجروا في العملات، اللي بيبقى بزرار منهم يحولوا فلوس الشركه من جنيه لدولار ومن دولار ليورو. فاينانشال بلاننج اند فاند ريزنج، الناس اللي بتعمل فاينانشال بلان، الخطط التمويليه بتاعت الشركه والخطط الاستثماريه. الكاش مانجر، الناس اللي بيعملوا كاش كنترول. البنشن فاند اللي بيشوفوا الصناديق بتاعت التقاعد والمعاشات والمشاريع الاستثماريه اللي هيعملوها جوه الشركه عشان يغطوا الناس اللي ليها معاشات في الشركه وبتعمل ريتايرمنت كل سنه. اما الكنترولر كل حاجه ليها علاقه بالاكاونتنج. الفاينانشال اكاونتنج اللي انت خدته في سنه اولى، الكوربريشن اكاونت مانجمنت اللي انت بتاخدها دلوقتي، تاكس مانجمنت اللي انت هتاخدها في سنه رابعه، كوست اكاونتنج اللي انت مش هتاخدها لو اف ام اي. فتعال نلخص كده كل اللي احنا قلناه. يبقى الهيراركي بتاع الشركه، الستوك هولدر بيالكت بورد اوف دايركتور، والبورد اوف دايركتور بيعملوا الكشن، يعملوا انتخابات على الهيد اوف بورد اوف دايركتور. الهيد اوف بورد اوف دايركتور ده يا اما يبقى هو نفس الشخص اللي هيقوم، ده حاجه اسمها داي تو داي مانجمنت، اللي هيعمل الاداره اليوميه للشركه، يا اما يكون هو يا اما يكون السي اي او، السي او او البورد اوف دايركتور. لو احنا ما عملناش هايرنج، لو ما عيناش سي او تحتيه الخمس ادارات اللي ما يهمنيش فيهم غير الاداره اللي باللون الاصفر بتاعت السي اف او اللي هي الاداره الماليه اللي جواها فرعين، كنترولر كل ما ان هو هيشتغل في الاكونتنج، اما التريجري اي حاجه ملهاش علاقه بالاكونتنج. فهو بيقول لي The organization level of financial function قالك depend only the size of firm. يعني هنشوف الشركه دي هتشغل ناس في الفاينانس وناس في الاكونتنج ولا لا؟ قالك ده بناء على حجم الشركه. كشك سفير اللي عند الجامعه، مين اللي شغال عنده محاسب؟ جايب محاسب؟ لا والله، ده الواد اللي واقف بيبيع هو المحاسب. افاجئك هو صاحب الكشك. يعني في السمول بيزنس الاونر بيبقى هو المحاسب وهو بتاع الفاينانس. ربنا كرم الكشك ده وبقى سلسله محلات. بيبتدي يجيب محاسب ويبتدي يجيب فاينانشال مانجر، يعني في السمول فيرم ماي بي بيرفورم باي اونر اور ذا اكاونتنج ديبارتمنت. اللعبه بتاعت الفاينانس في السمول بزنس يا بيعملها الراجل المحاسب اللي زي ماريو، او بيروحوا الاونر هو اللي يعمل موضوع الفاينانس ده بنفسه. عشان كده قلت لك الفاينانس ملوش علاقه بانت هتشتغل ايه. انت لو هتفتح بيزنس لازم يكون عندك البيزكس بتاعت الفاينانس. اللارج فيرم سي اف او هو اللي بيدير الموضوع ده، شيف فاينانشال اوفيسر ريبورتد تو سي اي او، راجل سي اف او، السي او اللي بيريبورت، سي اف او اللي بيريبورت. يعني ايه بيريبورت؟ يعني تقارير الراجل ده بتترفع للراجل ده، تقارير الراجل ده بتترفع للناس دي. سي اف او مانجمنت فاينانشال اكتيفيتي سلوت مين اوفيسر اللي هو التريجري والكنترولر اللي احنا قلنا عليهم. ذا ديفرنس بتوين، سؤال مهم، الاختلاف ما بين
فاينانشال مانجمنت او الفاينانشال اكتيفيتيز اند الفاينانشال سيرفيسز. هو بالظبط الفرق ما بين المحامي اللي فاتح على اول شارعكم او اللي فاتح في العماره اللي انت ساكن فيها والمحامي اللي شغال في شركه. الاثنين بيشتغلوا مع افراد ومع شركات، بس المحامي اللي عندكم في العماره او اللي فاتح على اول الشارع هو بيعمل سيرفيس، هو بيعمل كونسلتنج، بيعمل استشارات، وده تحت بند الفاينانشال سيرفيسز. فاينانشال سيرفيسز يعني راجل كده فاتح مكتب استشارات تمويليه. استشارات ايه؟ استشارات تمويليه، بيكتب للناس روشتات كده في التمويل يطلعوا منها من ازماتها. بروفايد بزنس ادفايس، بيدي نصايح. اند فاينانشال برودكت، وبيقول لهم على السلع او المنتجات التمويليه اللي يقدروا يستخدموها، ياخدوا قروض منين، يعملوا ده، يجيبوا التمويل ده عن طريق ايه. تو انديفيدوال اند بزنس اند جوفرمنت، بيقدم النصايح دي لاشخاص والشركات والحكومات. الحكومات. فاينانشال اكتيفيتي بقى، فاينانشال اكتيفيتي هو الفاينانشال مانجمنت اللي هو المانجيريال فاينانس، مينينج او مانجنج كابيتال اند فاينانشال ديسيجن، زي اللي احنا كنا بنقوله في اول ورقتين. ده الراجل الفاينانشال مانجر اللي شغال جوه الشركه، اللي بيمانج الكابيتال وبيمانج الفاينانشال ديسيجن. الحته دي ما اتقالتش، فتعالى بس كده نقولها، هي ريدنج اونلي، نتكلم فيها كده بالراحه. اتقالت في المحاضرات بعد كده او اتقالت في شابتر 2، عشان هي ممكن تيجي ايه، اكيد في شابتر 2، هي بتقع في شابتر 2، بس انا بحب اقولها دلوقتي. مش عارف الدكاتره هي من شابتر 2 ولا هياخدوه، فتعالى احنا نقولها دلوقتي برده وخلاص، لو ما اتقالتش او مش هتتقال ابقى شايف كده كده هتفيدك يعني. فدي حتى هتلاقيها متاخده سكرين شوت من الشيك القديم. الفاينانشال، فرق ما بين الفاينانشال انستتيوشنز والفاينانشال ماركتس. ايه الفاينانشال انستتيوشن وايه الفاينانشال ماركتس؟ فاينانشال ماركتس زي ما احنا خدنا في الكوربريشن، ان الفاينانشال ماركتس دي هي الكابيتال ماركت والموني ماركت. اللي مش فاكر، الراجل بتاع الكوربريشن لما حب يكبر ويطلع من بارتنر شيب للكوربريشن، نزل سوقين، الكابيتال ماركت والموني ماركت. كل اللي احنا خدناه في شابتر 1 هو الكابيتال ماركت. فالكابيتال ماركت هو السوق اللي فيه ايشوينج، اصدار اسهم، كرييتنج اند تريدنج، سوق الاوراق الماليه اللي هو الستوك والبوند اللونج تيرم. اما الموني ماركت اسمه لونبل ماركت، سوق الاستلاف، اكتبها عشان دي مهمه. الموني ماركت اسمه لونبل ماركت، لون ها، ال او اي ان ماركت. وده في كوميرشال بيبر، تريجري بيل، سيرتيفيكيت اوف ديبوزيت. اما الفاينانشال انستتيوشن يعني المؤسسات الماليه، المؤسسات اللي شغاله في الفاينانس، قال لك المؤسسات دي ممكن تكون بنوك او مش بنوك، بانكينج سيكتور اور نون بانكينج سيكتور. بابا المجال في الفاينانس هو البنوك، بس في شركات بانكينج وشركات نون بانكينج. بانكينج زي كوميرشال بانك، انفستمنت بانك، اندستريال بانك، كل الحاجات اللي انت بتاخدها وتاخدها في ماده الماني اند بانكينج. اما النون بانكينج، المورتج فيرم، شركات الرهن العقاري، بروكرج فيرم، شركات الوساطه الماليه، فاينانشال ليزنج كومباني، شركات التمويل، بورتفوليو مانجمنت، شركات اداره صناديق الاستثمار. اخر حاجه في الجزء ده، وهو ان احنا متفقين ان الراجل الفاينانشال مانجر بيلعب مع المستثمر وبيلعب مع الراجل اللي عنده احتياج الى فند، بيشتغل على الاثنين. هنا بحكي حكايه صغيره عن حالتك انت كراجل معاك فلوس او كراجل محتاج فلوس في الموني ماركت والكابيتال ماركت. متفقين ان الموني ماركت ده هو اللونبل فند، هو السوق اللي فيه قروض، اللي فيه استلاف. اما الكابيتال ماركت هي البورصه. تعال نشوف هو الكابيتال ماركت بيبيع ايه؟ المنتج بتاع الكابيتال ماركت مينلي ستوكس. طب ايه السوق بتاع الموني ماركت؟ مينلي لون. لو انا راجل معايا فلوس انفستر، الانكم بتاعي اكبر من السبندنج، معايا فلوس، هروح الكابيتال ماركت اللي بيبيع ستوكس، هشتري منه اسهم ولا هبيع له اسهمي؟ معايا فلوس اروح البورصه اشتري اسهم، يعني انا بقيت للبورصه
سبلاير للستوكس ولا ديماندر للستوكس؟ انا بروح اشتري يعني عندي ديماند للستوك. طيب اما الماني ماركت البنك، هروح احط وديعه ولا اروح اخد قرض؟ انا معايا فلوس هروح اشتري شهادات استثمار، فبقيت سبلاير تو فند. تاني انا انفستور معايا فلوس، هخش على البورصه اخبط، يا بورصه انا عايز سكيورتي، يا بورصه انا عايز ستوكس. اما في الماني ماركت هبقى سبلاير تو فند، هيبقى معايا فلوس وعايز احطها في البنك عشان اعمل شهادات استثمار. دي شورت تيرم ودي لونج تيرم. البورور لو انا بقى شحات ومعيش فلوس، هروح للبورصه اقول لها يا بورصه انا عايز اشتري اسهم، ولا هديها الاسهم بتاعتي عشان تبيعها؟ هديها الاسهم بتاعتي عشان تبيعها. فبقيت انا سبلاير لستوكس ولا ديماندر لستوك؟ بقيت سبلاير بدي البورصه الاسهم. اما في البنوك في الماني ماركت هروح اخد قرض من البنك، فبقيت ديماند تو فوند. خلص الشابتر، ناقص لي فيه اخر نقطتين، الريليشن بتوين الفاينانس اند الايكونومكس، والريليشن بتوين الفاينانس والاكاونتنج، وبعد كده المشكله بتاعه الايجنسي بروبلم. ناقص ثلاث حاجات. اول حاجه الريليشن بتوين فاينانس اند ايكونومكس، بيقول لك والله العلم التمويل او الاداره الماليه او الفاينانس بتريليت بعلاقه قويه جدا بالاقتصاد. يعني ايه؟ لازم حضرتك عشان تبقى فاينانشال مانجر شاطر تكون مذاكر الاقتصاد كويس، تكون عارف بعض النظريات الاقتصاديه المهمه زي نظريه العرض والطلب، نظريه التسعير. ذا فيلد اوف فاينانس از كلوزلي ريليتد تو ايكونومكس. فاينانشال مانجر ماست اندرستاند، لازم يبقى عارف وفاهم ايكونوميك فريم ورك، الاطار بتاع الاقتصاد ماشي ازاي. اكزامبل انكلود سبلاي اند ديماند، لازم يبقى عارف السبلاي والديماند اناليسيس، يعرف امتى الصح حاجه سعرها يزيد وامتى سعرها يقل. بروفيت ماكسمايزيشن استراتيجي، استراتيجيات تعظيم الربح الاقتصاديه. برايس ثيوري، نظريه السعر. واهم حاجه لازم يبقى عارفها نظريه الكوست بينفيت اناليسيس، وما هي نظريه الكوست بينفيت اناليسيس. كوست بينفيت اناليسيس بتقول لك لو انت موجود في مشروع ايه وهتتنقل لمشروع بي، ما بتحسبش مشروع بي هتدفع فيه كام، ما بتحسبش مشروع بي هيجيب لك بس كام. امال بحسب ايه؟ انا بحسب حاجه اسمها كوست اند بينفيت اناليسيس، يعني بقارن واحده واحده. المشروع ده انا كنت دافع فيه 100,000، المشروع ده انا هدفع فيه 120,000، يعني عشان اتحرك من A ل B هدفع 20,000 جنيه بس. طيب مشروع A كان بيكسبني 80، مشروع B هيكسبني 10، هيكسبني 90. تعال نرسمها عشان انا يعني بنسى. انا دلوقتي مشروع ايه الكوست بتاعته عليا كانت 100,000، والعائد 120. اتعرض عليا مشروع بي التكلفه بتاعته 125,000، بس العائد بتاعه 140,000. لو فكرت فيها عائد بس هتقول لي الله يلا نتحرك من ال بي فورا، ده هيكسبني 140. اقول لك غلط. انت هتقول لي ان انا بكسب 120 انا هكسب 140، يلا بينا. اقول لك غلط. انت المفروض تعمل كوست اند بنفيت اناليسيس، حضرتك هتتكلف كام، فرق بتوين ايه وبي. انا هنا دافع 100، هنا هدفع 125. يعني التكلفه بتاعتي هتزيد ب 25,000. طب العائد بتاعي هيزيد قد ايه؟ انا كنت بكسب 120 دلوقتي هكسب 140، يعني العائد الريتيرن
زاد ب20. لو الكوست اكبر من الريتيرن رجك، لو الريتيرن اعلى من الكوست يلا توكل على الله. شوف هنا الكوست 25 والريتيرن 20، دي ريتيرن بس عيانه شويه. الديفرنس بين الريتيرن بتاع ايه وبي 20، بس التكلفه 25. يعني لو انا اشتغلت في بي وسبت ايه هخسر 5000 جنيه. دي الكوست اند بنفيت اناليسيس. اكزامبل قال لك جيني تينج هاز ا فاينانشال مانجر فور نورد ديبارتمنت ستور. She is currently trying to decide if to replace one of the firm computer service with a new computer. Would require cash outlay. محتاج منك انك تصرف 8000 جنيه عشان تجيب الكمبيوتر الجديد، تصرف 3. And the old computer could be sold at 2000. هتدفع 8 في الجديد وتبيع القديم ب 2000. يعني اللي هيخرج من جيبك 6000 جنيه. 8 اللي هدفعهم ناقص الاثنين اللي هبيع بيهم القديم، فاللي انا هتكلفه 6. قال لك بس خد بالك، the total benefit from the new one measured in dollar amount would be 10000. الكمبيوتر الثاني لو حسبت العائد او المكسب اللي هيجي لك منه هو 10000 جنيه، لكن الكمبيوتر الاولاني كان بيكسبك 3. خد بالك من opportunity cost، تكلفه الفرصه البديله. هو انا لو جبت الكمبيوتر اللي هيكسبني 10 انا اكسبت 10، بس انا القديم بعته فخسرت الثلاثه، فبقى صافي العائد 7. طيب يعني انا الفرق في الكوست 6 والفرق في العائد 7. ادي ريتيرن وادي كوست. مين اعلى؟ الريتيرن اعلى، يبقى هعمل اكسبت، يبقى هشتري الكمبيوتر ده وانا مرتاح عشان لما اشتريه انا هكسب 1000 جنيه. فكوست بنفيت اناليسيس بجيب الكوست بتاعت 1 اشيل منها الكوست بتاعت 2. البنفيت، البنفيت بتاعت 1 اشيل منها البنفيت بتاعت 2 واشوف الفرق. لو البنفيت اعلى من الكوست جون، لو الكوست اعلى من البنفيت اعمل ريجكت. In relation to accounting, قال لك ان الفيرم فاينانس اند اكاونتنج اكتيفيتي ار كلوزلي ريليتد اند جنرالي اوفرلاب، يعني متداخلين، عشان ممكن بتاع الفاينانس يشتغل بتاع اكاونتنج وبتاع الاكاونتنج يشتغل بتاع فاينانس. ان سمول بزنس وان لارج فاينانس، عارفين القصه دي من البي دي اف اللي قبلها او من السلايد اللي قبلها. فبيقول لك ان في حاجات مشتركه ما بينهم، بس في حاجه هي اللي بتخلف شغل الراجل ده عن شغل الراجل ده. الراجل بتاع الفاينانس ما بيشوفش غير الكاش. تقول له احنا كسبانين 100000 جنيه، يقول لك في من ضمنهم قد ايه كاش. تقول له احنا علينا مصاريف ب 50000 جنيه، يقول لك مش مهم الرقم اللي لسه علينا، عندنا اكسبنسز ب 50 يعني، يقول لك الرقم اللي علينا منهم كاش قد ايه. ما بيقيس المواضيع غير بالكاش بيز. اما الراجل بتاع الاكونتنج شغال اكريال بيز، يعني في ريفينيو كاش مش كاش ما بيعتمدش، هم ريفينيو. في اكسبنسز كاش مش كاش، هم كلهم اكسبنسز. عكس بتاع الفاينانس اللي ما بيقيمش الموضوع غير بالكاش بيز. يعني الراجل بتاع الفاينانس بيشتغل كاش بيز، الراجل بتاع الاكونتنج بيشتغل اكريال بيز. الاكريال بيز يعني از بريبير ان بريبريشن اوف فاينانشال ستيتمنت ريكوجنايز ريفينيو ات تايم اوف سيلز اند ذا اكسبنسز ار انكارد، بيعترف بالريفينيو والاكسبنسز بمجرد ما الوقت عدى زي ما خدنا اكونتنج وورد. اما الكاش بيز ما بيحسبش ريفينيو، ما بيحسبش اكسبنسز الا لو كانوا كاش. اخر حاجه بنخش كده نحل ورقتين مع بعض، اسئله ام سي كيو عن المنهج من امتحانات السنين اللي فاتت، وهتشوف الدنيا فيهم ان شاء الله سهله بالنسبه لك ازاي. اخر حاجه هي مشكله الايجنسي بروبلم وازاي بتتحل في الشركات، وما هي الايجنسي بروبلم بالعربي هي مشكله الوكاله. يعني ايه مشكله الوكاله؟ حضرتك جبتني اشتغل عندك فاينانشال مانجر، في مشكله ما بيني وما بينك. ايه هي؟ انا راجل راشنال انفستور بدور على الاستفاده اللي انا شايفها وهي الويلث ماكسمايزيشن. انت راجل عايز تكسب فلوس دلوقتي فبتدور على بروفيت، دي ايجنسي بروبلم.
طب ايه الايجنسي بروبلم في الكوربوريشن؟ كنا خدنا في الكوربوريشن ان ممكن المانجر يبقى هو الهيد اوف بورد اوف دايركتور، يكون هو اكتر واحد معاه اسهم. الايجنسي بروبلم هو الانترست كونفليكت، تضارب المصالح ما بين المصلحه اللي بيدور عليها الفاينانشال مانجر اللي زيي، او اللي بيدور عليها المانجر اللي في الشركه، او اللي بيدور عليها الستيك هولدر. ايه الستيك هولدر ده؟ وايه الفرق ما بينه وما بين الستوك هولدر؟ ستوك هولدر يعني راجل معاه سهم في الشركه من اصحاب الشركه، اما الستيك هولدر هو راجل عنده مستين، هو عنده اسهم وجوه اداره الشركه. فبيقول لك الايجنسي بروبلم اللي انا كروماريو ممكن اولي مصلحتي الشخصيه او وجهه نظري الشخصيه عن مكسب الشركه. اشوف انا فكره تنجحنا انتوا شايفينها هتفشلكم. ده الايجنسي بروبلم. الايجنسي بروبلم ريز ارايز وين مانجر بلايس، لما المانجر يعملوا بلايس يبدلوا البيرسونال جول اهدافهم الشخصيه اهيد بدلا من الجول اوف شير هولدر. ما قالكش الجول اوف فيرم، قال لك الجول اوف شير هولدر. ركز. ويلث اور بروفيت ماكسمايزيشن سبيند اور سيفنج، او قال لك هي انترست كونفليكت، تضارب مصالح between stock holder يعني راجل owner and stake holder يعني owner ومانجر في الشركه. زي الخطيب، هو عضو من اعضاء مجلس الاداره وهو هو عضو في النادي الاهلي وهو رئيس النادي الاهلي، ده ستيك هولدر. حضرتك عضو بس في النادي الاهلي فانت ستوك هولدر. قال لك طب نحل الموضوع ده ازاي؟ قال لك والله عندنا ثلاث طرق. اول حاجه اسمها الماركت فورس. وما المقصود بالماركت فورس؟ هو الفوتنج، يعني كل ست شهور كل سنه نقعد نعمل انتخابات ويمشيك يا نقعدك، زي ما جبناك بالانتخابات هيمشيك بالانتخابات. تمام؟ يعني احنا بنقعد معانا الراجل يتفق معانا على الخطه اللي هيعملها فاينانشال مانجر، وبعد ست شهور او سنه بنقعد نقيمه وبنعمل تصويت على القرارات اللي خدها ونشوف يكمل ولا يروح. ده اسمه الماركت فورس. اثنين الايجنسي كوست، يعني المكافآت والحوافز. اقول له بص يا روماريو، لو انت حققت لنا الحاجات اللي انت قايلها لنا وحققت لنا البلان اللي احنا عايزينها هنديك شيرز اعلى، هنديك انسنتيف، هنديك كاش بونس لو حققت حاجتنا يغروه. طيب يبقى انا كده عندي حلين. طب الحل الثالث هو الانترنال اوديتنج، نجيب ناس تراقب روماريو اول لما يمشي عوج ولا اول لما يتحرك ناحيه البيرسونال جول وينفض للجول اوف شير هولدر نبتدي نقعد معاه ونحاسبه. يبقى الايجنسي بروبلم بكل اختصار هي انترست كونفليكت بتوين ستيك هولدر اند ستوك هولدر اللي هو حضرتك، او ما بين الايجنت بتاعك او الفاينانشال مانجر بتاعك وما بين حضرتك عشان هو عايز ويلث وانت عايز بروفيت، او بروبلمز ذات ارايز من مانجر بلايس بيرسونال جول لما بيولي رغبات الشخصيه عن رغبات الستوك هولدر. واتفقنا ان حلها بيكون من ثلاث نقط: ماركت فورس يعني نعمل انتخابات، ايجنسي كوست نحط مكافئات، ايجنسي كوست انكلود انسنتيف بلان كاش بونس دايركت توورد بورد مان ممبر تو موتيفيت ذم تو ورك، والانترنال اوديتنج ان انا اجيب اوديتور يقعد جوه الشركه يراقب الراجل. تعال نحل. فاينانشال مانجر او مانجيريال فاينانس. المانجيريال فاينانس هي انفولف تيك تاسك ساتش از بادجتنج فاينانشال فوركاستنج كاش مانجمنت اند فوند. ايه ده؟ هو ايه المانجيريال فاينانس دي؟ دي المانجمنت او المانجيريال اكتيفيتيز. اثنين ذا ريسبونسابيلتي فور مانجينج داي تو داي، الراجل اللي بيعمل الداي تو داي اوبريتنج ده مين؟ يا اما سي او يا اما الهيد اوف بورد اوف دايركتور. وليه شويه اسئله عن الحاجات اللي احنا خدناها، في منها بعض الاسئله موجوده في الكتاب القديم بتاع الجامعه، اشوف الجامعه ان شاء الله هتمشي على الكتاب القديم
ولا هتنزل كتاب جديد؟ احنا ماشيين مع المحاضرات محاضره محاضره، فما تشغلش بالك بالاسئله دي، عايزك بس تركز وقبل يوم 22 تكون مخلص الشابتر ده، عشان في اونلاين كوز هينزل على جوجل، هتسكان الكيو ار ده هيدخلك على الكوز المفتوح معاك من يوم 22 لحد ما الترم يخلص، بتقيم فيه نفسك. وهنقف في الاسئله لحد بيج 7، والشيت ان شاء الله هيبعت لكم مع الفيديو. اسف لو طولت عليكم. كده يكون شابتر 1 خلص، ان شاء الله مستنيين الجامعه تخلص 2 ومش شابتر كبير، وفور ان شاء الله، وبعد كده نكملهم في فيديو تاني. شكرا.